إلى جميع السفن والأهداف البحرية المحاذية إلى الساحل الليبي. من ضمن الأعمال المناطة بها قامت السرية البحرية المقاتلة سوسة بدوريات بحرية لحماية المياه الإقليمية والاقتصادية الليبية، حيث تشرف السرية البحرية في دورياتها من منطقة الحانية غربا إلى درنة شرقا، وتتعامل مع الأهداف المشبوهة والموجودة في منطقة العمليات العسكرية، بالإضافة إلى أن السرية البحرية تقوم بمراقبة الرادارية للمياه الإقليمية والقبض على السفن والجرافات المخالفة والمشبوهة ومكافحة التهريب بجميع أنواعه والقبض على السفن التي لا تستجيب للنداءات البحرية الموجودة داخل المياه الإقليمية. ومن ضمن جولاتها قامت السرية البحرية المقاتلة بالقبض على إحدى السفن التجارية أثناء دخولها لمنطقة العمليات العسكرية، والتي لم تقم بالرد على نداءات الرادارية التي تم إطلاقها عن طريق برج المراقبة ولم تستجب لنداء. من الزورق سلوق ودلفين 5 لبرج القيادة، برج المراقبة البحرية للسرية البحرية. السيطرة على الهدف وتراكي الزورق سلوق ودلفين 5. كيف استلامت يا برج المراقبة؟ وتعمل السرية البحرية المقاتلة سوسة بكل منتسبها بإمكانيات عالية الدقة، حيث تم تركيب منظومة رادار طويلة المدى لتسهيل عمل السرية البحرية وللحفاظ على المياه الإقليمية الليبية والتصدي إلى أي اختراق أو تهديد يمس السيادة الليبية، إضافة إلى عملها في مكافحة التهريب بجميع أنواعه. لقناة ليبيا الحدث، أبو بكر يحيى.